تولي زياده كل المنشآت الحكوميه اللي بتتعمل بعد كده ممهده، والمنشآت الجاهزه بتتعمل فيها مكاتب لخدمه ذوي الاعاقه بالدور الارضي. المعاق ما يضطرش المحطه يطلع في رصيف بني يكون يخش يقدم طلبه في اي مؤسسه حكوميه، يقوم موظف يطلع يخلص له طلبه ويجيبه له جاهز لغايه عنده معزز مكرر اسوه بدور كبيره اخرى. شكرا. معلش قطع كلمه. نرجو من سيادتكم ان كل المعاق يشارك، نرجو من سيادتكم ان المعاق يشارك سياسيا ويشارك سياسيا بطريقه فعاله علشان يقدر يتكلم عن نفسه فعلا. طبعا المعاق لو بصينا لمجلس الشعب حالي او مجلس الشعب سابق عمرنا ما شفنا معاق موجود في مجلس الشعب ولا في مجالس الشورى والمجالس المحليه كمان يا فندم. وبالنسبه للاجهزه التعويضيه، ودي اخر حاجه، طبعا الاجهزه التعويضيه المتاحه حاليا للاشخاص ذوي الاعاقه، الاجهزه التعويضيه المتاحه للاشخاص ذوي الاعاقه اجهزه بديئه للغايه وللاسف بتعيق المعاق. فنرجو من سيادتكم تعديل لدينا مشاكل في القطاع المصري. اسمحوا لي ارحب بالكابتن نادر السيد كابتن مصر. هديك الميكروفون مرة ثانية. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الحقيقة الإحساس اللي موجود جوايا مش عارف أعبر عنه، مش عارف أتكلم بيه. إنما تحياتي وكل تحياتي للدكتور أمير مفتوح ممثل الإعلام. لأن إحنا مع كل الاحترام والتقدير لشخصه، إحنا ما بنساندش شخص، إحنا بنساند مشروع. فزي ما اتعودنا الدكتور عبد المنعم وكل الناس الأفاضل أصحاب الثورة فيما سبق وأصحاب الثورة الحالية، إن كان دايما لما بيتكلموا كانوا بيتكلموا بصفة الجماعة وما بيتكلموش بصفة الفرد. فعشان كده زي ما اتعلمنا منهم طول حياتهم إن إحنا دايما بنتكلم بصفة الجماعة وبصفة مصر الهوية. ومصر القوية ما فيهاش تفريق ولا فيها تميز. مصر القوية هي مصر. مصر القوية أنا متأكد إن كل واحد بنتكلم على الفترة الأخيرة لما في الأيام الثورة الأولى، الأيام الأولى للثورة كان كل واحد مشارك فيها بكل حواسه. اللي قادر يروح بيروح، واللي مش قادر يروح بيتكلم، واللي مش قادر يتكلم بيلعب. الحقيقة قبل ما أتكلم أنا كنت عمال أدور على كلمة ألغي بيها الإعاقة وذوي الإعاقة، لأن أنا شايف إن إحنا كلنا معاقين، مفيش حد فينا مش معاق. لازم نلغي كلمة ذوي الإعاقة، لأن أنا معاق، ممكن أكون معاق في فكري، ممكن يكون عندي إعاقة في شخصيتي، ممكن أكون عندي إعاقة في إحساسي. الإعاقة ولا هي إعاقة جسم ولا عين ولا حركة، إنما كلنا معاقين. فأرجو أتمنى يعني الدكتور عبد المنعم ان شاء الله فيما هو قادم ان احنا نلغي تماما ذوي الاعاقه، وان دايما نظرتنا لبعض ان احنا في الاخر بعين الشفقه والرحمه او الطلب. كلنا معاقين. والحقيقه ليا تجارب كتير جدا مع اخواننا المصريين اللي عندهم اعاقه، وانا بقصد برضه بكرر كلامي عندهم اعاقه بشكل عام. في الفتره الاخيره هحكي لكم مثلا سريع عشان ما اطولش عليكم. في مؤسسه من مؤسسات الحقيقه اللي انا فخور ان انا انضميت ليها، مؤسسه بلدنا للعمل المدني، عرفت ان انا واتاكدت ان انا كمان عندي اعاقه. لما شفت واحد زي اخونا مصطفى كمال عنده من القدرات الذهنيه والشخصيه افضل بكتير جدا من القدرات الذهنيه والشخصيه بتاعتنا، فتاكدت ان انا كمان معاق. انا متاكد ان في زي مصطفى كتير جدا. فارجوكم وارجو كل واحد فيكم، ودي الكلمه اللي انا عايز اقولها، ان كل واحد يفتخر بنفسه ويفتخر ان هو انسان سوي، وان انسان ما عندوش مشكله، وان انسان ما عندوش اعاقه، لان احنا كلنا معاقين. وفي الاول والاخر كلنا عمل في ربنا سبحانه وتعالى ان الدكتور عبد المنعم مفتوح يأصل المبدا ده زي ما هو ما بيميزش ما بين اي واحد مصري في اي كان التيار وايا كان الامور
ودايما ربنا سبحانه وتعالى قدر رغم كل المحاولات السابقه ان يعملوا رئيس توافقي، ان جه من عند ربنا سبحانه وتعالى رئيس توافقي لكل المصريين واراده ربنا سبحانه وتعالى واراده الشعب. فدايما اللي يقدر يعمل يعمل، واللي ما يقدرش يعمل يتكلم، واللي ما يقدرش يتكلم يتكلم. وبشكركم جزيلا. شكرا. سعيد ان الاخوه بيتابعوا، والحقيقه ده بيخلينا اكتر، وده انا مدركه، ان زي ما قال الكابتن نادر ان الاخوه ذوي الاعاقه ما زالوا رغم ما يقابلهم من عقبات، عقبه الاعاقه، عقبه اهمال الدوله والمجتمع في حقوقهم كذوي اعاقه، ما زالوا يتحدوا كل هذه العقبات وبيصروا ان يشاركوا في بناء وطنهم وان يتابعوا انتخابات رئاسية، يتابعوا الناس المرشحين، يسمعوهم، ينقدوهم، يسألوهم انتوا قلتوا ايه وايه تقصدوا بده ايه ورأينا بده ايه وكل ده. القضية اللي بيسأل عنها وكثير سألني عنها وانا اجبت عليها يمكن في برنامج بعد كده، معرفش، اظن بتاع السي بي سي، على ان مسألة حق العقيدة مكفول بالإسلام وبقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما عقوبة الردة فهي عقوبة موجود فيها آراء فقهية كثيرة جدا بين من يجعل يفسر الردة بمعنى الانتقال من دين لدين، ومن يفسرها تفسيرا حديثا لبعض علمائنا إن الردة مقصود بها الخروج عن نظام العام للمجتمع. وبالتالي حتى ما تحدث عنه الفقهاء من عقوبات
بعضها تطبق العقوبة بعد ثلاثة أيام، بعضها بعد شهر، بعضها إلى آخر العمر يتن ويتحاور معاه لعله يعود عن هذا الموقف. يعني المسألة مسألة خلافية، وإحنا دائما أنا رأيي في المسائل الخلافية نحن نتركها للعلماء وأهل الاختصاص، هم مش إحنا اللي بنتكلم فيها. أنا لست مفتي، أنا رجل سياسي، ودائما في مثل هذه القضايا يجب أن نتركها للعلماء المختصين. إذا كانت قضية تمس الدين المسيحي فعلماء الدين المسيحي ورجال الدين المسيحي هم اللي يقولوها ويبتوا فيه. إذا كانت تخص الدين الإسلامي عندنا الأزهر الشريف اللي بنعتز بيه وبعلمائه يبتوا فيه. لكن اللي أنا أريد أهم عندي بالموضوع ده، إحنا لا يوجد عندنا مشاكل، مساحات الإعلام يعمل لنا مشاكل بدون مشاكل. يعني عاوز أسأل حضراتكم، كام واحد على مدار 10 قرون، مش على مدار 10 سنين، كام واحد مسيحي في مصر بقى مسلم، وكام واحد مسلم في مصر بقى مسيحي، وكام واحد مسلم ومسيحي سابوا الإسلام والمسيحية وبقوا ملحدين؟ لا يوجد عندنا ظاهرة. إحنا شعب المصري شعب معتز بدينه، مسلمية ومسيحيين، مسلم معتز بدينه، المسيحي معتز بدينه. بل أنا أرى أن أحد ثروات مصر القومية، وأنا عددتها قبل كده، غير ثروة البشر، ثروة الموقع، ثروة الطاقة، ثروة المياه والأرض الزراعية، ثروة ما بنتكلمش عنها، هي ثروة أننا شعب متدين. تدين الشعب المصري ثروة كبيرة جدا، وهي التي حمت هذا الشعب وهذا الوطن من التفكيك. نظام اللي فات كان بيفك الوطن صمولة صمولة. لولا ان الشعب ده متدين بمسلمية ومسيحيين كان زمان انتهت مصر، انتهت. انا بعتبر التدين اللي بيعتز به المسلم والمسيحي في حد ذاته ثروة لمصر، يجب ان نحافظ عليه ونعتز به ونفخر به، ولا نسمح للمتطرفين من العلمانيين ان هم يجعلونا لا نعتز بديننا ولا نمارسه بفخر. يمارس المسلم دينه باعتزاز وفخر، ويمارس المسيحي بدينه باعتزاز وفخر. وجزء من هذا الاعتزاز ابقى انا سعيد كمسلم لما اشوف اخويا المسيحي معتز بدينه وحريص عليه، لان انا لو ادركت ان اعتزاز اخويا المسيحي بدينه والحرص عليه احد اسباب ان البني ادم ده يبقى بني ادم كويس، بني ادم نقي وصادق وطاهر وامين وبيحب البلد. والعكس، لما يشوف المسيح المسلم معتز بدينه وينفذه يبقى سعيد بهذا، مش كما فعلت بعض الأجهزة يتسبب التدين والالتزام الديني الحالي زي ما يقولوا احتقان طائفي واحتقان كل المصطلحات اللي اخترعها النظم البوليسية دي انه دخيل علينا وليست من أصول المجتمع. فين الميكروفون يا جماعه؟ الميكروفون فين يا جماعه؟ مشروعنا مش بس الجزء المرتبط بذوي الإعاقة، مشروعنا مصر القوية مشروع وطني دائم. أنا شرحت لحضراتكم الموضوع ده في لقاء سابق، مشروع ليس مرتبطا بالترشح بالرئاسة، لكن بنعتبر الترشح للرئاسة أداة من أدوات تنفيذ مشروعنا. مشروع دائم سنستمر فيه سواء كتب لنا التوفيق أو لم يكتب لنا التوفيق. احنا المشروع ده بنستهدف بيه التيار الرئيسي المصري اللي بيجمع كل المصريين اللي غير مؤدلجين في اي اطر اخرى، بهدف ان احنا نبني هذا الوطن ونضيف فيه من غير ما نحذف من اي حد اخر. عشان كده هذا المشروع احنا مستمرين فيه.